قرار برضو الكتير او الشائعه وكذا حد من اصحابي فكره ضربات القلب، يعني هو بيشربها ممكن كل يوم من طبيعه شغله بتتطلب انه يسهر كتير، فبيحس بيقول لي لما برجع البيت وانام احس بزي خفقان كده او صح. ضربات قلبي احنا زي ما قلنا كميه الكافيين الموجوده، وبعدين الناس ما بتاخدش الكافيين من الانرجي درينكس بس، يعني لازم حتى التينيجرز او الناس اللي بتشتغل ممكن يكونوا بياكلوا شوكولاته، الشوكولاته فيها كافيين، ممكن يكونوا بيشربوا شاي فيه كافيين، ممكن يكونوا بيشربوا مياه غازيه فيها برضو كافيين، وبيشربوا مشروبات طاقه، فكميه كافيين مرعبه عليهم واوحشهم في مشروبات الطاقه، لانها فعلا بتزود ضربات القلب، بتزود ضغط الدم، بتاثر على الاوعيه الدمويه اللي في القلب، بتاثر بعد كده احنا بناخدها عشان زي ما قلنا تفوقنا وكده، بتاثر بتعمل irritability اكتر او anxiety اللي هي توتر اكتر صحيح. عصبيه اكتر، قله نوم اكتر، فقله النوم تزود القصص دي، فاضرارها كتير. ما نرجع للحاجات الطبيعيه يا جماعه اللي عندنا. أيوة. يعني احنا ليه بنروح للحاجات على طول المصنعه المقفوله في حاجه اللي انا مش عارفه جواها ايه؟ ما ناخد طبيعي، كوبايه الشاي باللبن بتاعه الصبح، كوبايه الشاي الطبيعيه، كوبايه الشاي الاخضر، القهوه التركي، انا بالنسبه لي دي اكتر حاجه طبيعيه، البن المطحون قدامنا ده، ناخد نسبه كافيين معقوله في اليوم، ناخد فوائده، لان الكافيين له فوائد طبعا زي التركيز وان احنا نفوق. ليه تملي بنلجا للترانس وليه الحاجات اللي محطوطه مش عارفين مكوناتها؟ يعني انا ما قلت لكم انتوا بالنسبه لكم مشروبات الطاقه عباره عن كافيين بس، هي مش كافيين بس، هي كافيين وحاجات تانية مقفوله في كان انا مش عارف فيها ايه، فيها نسبه صوديوم عاليه، فيها نسبه سكر عاليه، طب ما نروح للحاجات الطبيعيه ونستخدمها وناخد نفس الفوائد اللي احنا عايزينها. طيب كتير من الرياضيين بيفكروا في انها ممكن تكون البديل الامن والاسلم للمنشطات اللي هم بياخدوها قبل تمرين او قبل بطوله، انها تحت الامبريلا بتاعه المنشطات ولكن هي مسموح بيها وما بتعملش مشاكل في تحليلات هل ده ممكن يجيب نتيجه عكسيه؟ طبعا هي زي ما قلت لكم في اول الحلقه ان احنا هي اتعملت لكده، هي كانت معموله عشان تزود البرفورمانس او الاداء الرياضي، بس زي ما قلت احنا ممكن تاثر سلبي بقى انها ممكن تزود لما بتستخدم على اللونج ران ولا في استخدامها في وقتها. ما هو لما بتستخدم كل يوم ولو اخذ مره هيبقى خلاص، لكن لو هي ده بقى روتين كل يوم قبل التمرين لا، انا ممكن اعمل حاجات كتيره جدا تفوقني وتديني طاقه في التمرين، ممكن يبقى فيها كافيين برضو زي شوت القهوه مثلا، لو حطيت شوت قهوه طبيعي مع لبن وخدها قبل التمرين تعمل نفس الايفكت، لو خدت فيتامين بي زي اللي موجود خدته في صوره فيتامين بي من الحاجات اللي ما بتتخزنش في الجسم فامن، في منه راس تحت اللسان او كده فيتامين بي كومبلكس يولد طاقه، لو كلت كويس بقى بعد كل ده كل ده هيولد طاقه كويسه جدا، لو خدت زي ما بنسميه البري ورك اوت سناك او الاكل المفروض اخده يولد لي طاقه قبل التمرين بنص ساعه، كل ده هيزود من الاداء الرياضي. لكن حلقة لزي منشطات او لزي حاجات شبه المنشطات بس مش منشطات كل ده مش صحي، زي ما قلنا ضربات القلب بتتاثر، اداء القلب بيتاثر، ضغط الدم بيتاثر، ولو في هيستوري في العيله او تاريخ مرضي بامراض القلب ممكن جدا، عشان كده بيحصل مشاكل وبنسمع كوارث، ممكن الشاب او الشابه ما يبقوش عارفين مش واخدين بالهم، فيبقى هم عرضه اكتر للتاثير من صاحبهم او صاحبتهم اللي استخدموها كده. تاني حاجه زي ما قلت في الحر بالذات للناس اللي بتلعب رياضه في الحاجات المفتوحه هي بتقلل من الصوديوم في الدم، فبتعمل زي خلل في البلاد فوليوم، فممكن دي جدا تاثر على الاداء الرياضي وعلى القلب وعلى الضغط، فهي مش مطلوبه خالص، مش برجحها خالص عشان تزود من الاداء الرياضي، لان عندنا 100 حاجه ممكن تحسن من الاداء الرياضي غير مشروبات الطاقه.